يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رأيت في بعض الأماكن التي تهتم بالآثار أصناماً قد وضعوها حتى يشاهدها الناس ويستمتع بها المهتمون بالآثار، ما حكم جعل هذه الأصنام ليراها الناس ويتفرجوا عليها، وما حكم الذهاب إلى مثل هذه الأماكن؟ النبي صلى الله عليه وسلم حطم الأصنام التي على الكعبة وأحرقها عند باب المسجد، أمر بها فأخرجت وأحرقت، وأرسل إلى اللات والعزى ومنات من يهدمها ويتلفها. فالواجب إتلاف الأصنام وعدم الاحتفاظ بها، الواجب إتلافها وعدم الاحتفاظ بها. ولا يقال هذه آثار، هذه آثار شركية، لا يجوز الاحتفاظ بها لئلا تعود عبادتها من دون الله عز وجل. فالواجب إتلافها وإبعادها عن المسلمين في المتاحف وفي غيرها، هذا هو الواجب على المسلمين، ولا يجوز الذهاب لزيارتها والنظر فيها. نعم.